الله الرحمن الرحيم. معكم تريتور شيماء، ممولة حفلات بمدينة القنيطرة. كنوجه نداء ديالي لصاحب الجلالة اسم الإخوان تريتور كاع ديال القنيطرة كاملة. كنوجه ليه نداء يشوف من حالنا، يلقى لنا حل مع هاد الحكومة اللي باتت وحلمت بينا ولا ما نعرف، وصبحات صبحات كما كيقول بحكم حكمت علينا بالإعدام، كما كنقولوا حكمت علينا بالاعدام بلا ما تقرا لنا، بلا ما تقرا فينا كما كيقولوا، ما قراتش فينا كاع وجه الله. الله حنايا كما كنا في انعاش الوطن، في الانعاش حيدوا لنا لي توي ديال الاكسجين، قال لنا موتوا، قال لنا موتوا. ما عرفتش حنايا قريب العيد تقضينا، تونجاجينا مع لي كليون اللي تقوا فينا، عطينا دي شيك، ما خلينا ما درنا باش نواكبوا المسيره ديالنا، نخرجوا من هذا المحل اللي حنا فيها. الا جاو ما بقيتش عارفه اش غادي نقول. حنا تنادي صاحب الجلاله نصره الله يلقى لنا حل في المحنه اللي حنا كنعيشوها. راه ما بقيناش كنعسوا، راه ما كنعسوش،